أخبار اليوم. حضرتك النهاردة مواظب على المشاركة الانتخابية وجيت النهاردة، شايف المسألة النهاردة في المشاركة كانت سهلة بسيطة ولا كان في مشاكل؟ سهلة جدا. لما أنا عرفت رقم اللجنة بتاعتي كان الرقم غلط بعده، وهم بنفسهم هنا دوروا لي على اللجنة بتاعتي ولقوها وسهلوا لي كل الإجراءات. أنا قعدت وهم سهلوا لي كل الإجراءات لأن أنا رجلي تعباني شوية. ألف سلام عليك. الله يسلم. عايزك تقول كلمة للناس اللي ما نزلتش النهاردة تشارك في الانتخابات. خوانا، كل من لم يدلي بصوته في هذه الانتخابات هو خاين لمصر، بيحبش مصر. اللي بيحب مصر ينزل يشارك بصوته، يقول لا يقول آه، لكنه يفضل في البيت بصوته معاه خاين لبلده. هي دي الكلمة اللي تليق بكل واحد ما نزلش الانتخابات. بس كلمة أخيرة للناس اللي نزلوا يشاركوا زيك. كتر خيرهم وأشكرهم كمواطن مصري إنهم نزلوا يدلوا بأصواتهم علشان البلد تستقر. إحنا محتاجين مجلس نواب هو اللي باقي لينا عشان البلد كل سلطاتها تبقى كاملة، محتاجين ده. وبالتالي كان لازم على كل مواطن مصري شريف ينزل يدلي بصوته أيا من كان هو بيدلي لمين، وبنقولوش يدلي لفلان ولا لعلان. كنت حريص النهاردة ان انت تنزل تنتخب طبعا عشان نحقق مستوى امان للبلد وعشان نقضي على الارهاب ونحقق يعني شعبية احسن عشان الوطن ربنا يسهل والدنيا تمشي بإذن الله. طيب ولازم نشارك برضو، لازم نشارك. قلت لزمايلك وقلت لأصدقائك، احنا بنقول للشباب اللي معانا وكل اللي معانا في منطقتنا وأهل الدايرة كله بينزل عامة عشان مصر الجديدة، كل بتوع مصر الجاية مشاركين. شاركنا في 25 وفي 30 صحيح، ونزلنا وقلنا كل حاجة وإن شاء الله النهاردة ننزل. وفي يعني في إقبال على اللجان بعد ما نظموا الدنيا، بقى في إقبال برضه، كل واحد عارف لجنته عارف بيروح فين، بيخش ما بناخدش دقيقتين وبنخرج. أنا دخلت خدت دقيقة واحدة خرجت انتخبت والحمد لله، ولا في حد بيوجه حد ولا أي حاجة خالص.